مرحبا بكل متابعين قناة كوك تي في على اليوتيوب. أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد وخبر جديد. اليوم عندي أخبار كتير شيقة، فخلونا نبلش. نزلت الحلقة الأولى من برنامج عمر فاروق الجديد المكان السري، اللي كان عنوانها البلاستيك المفيد، حيث تطرق بالحلقة إلى موضوع مخاطر الاستخدام الخاطئ والزائد للبلاستيك، حيث حققت الحلقة أكثر من 700,000 مشاهدة خلال 3 أيام من تنزيلها. بس في شيء غريب، حصل داخل بطننا 29 كيلو بلاستيك. عشان أشرح لك، يعني أنا قاعد أتكلم عن 6400 كيس بلاستيك. 6000؟ مو بس كذي، في أشياء غريبة مثل طبل ونعل حصل داخله. هذه الحوت اللي تشوفونه حوت واحد عرفه الأجماد، أتوقع في وايد حيتان حول العالم ماتوا بنفس السبب، فيموت من اليوع لأنه ما يقدر يأكل شيء زيادة خلاص. أوه، فما يقدر يأكل حتى السمك بعدين؟ خلاص يتعطل الجهاز الهضمي كله، بيموت موت بطيء، موتة يوع. جلسة علاج هو عنوان الكتاب الأول لسلمان العتيبي اللي اشتغل عليه لأكثر من سنة، وبهالمناسبة قرر سلمان أنه يعمل أغنية تحمل نفس اسم عنوان الكتاب، أغنية جلسة علاج اللي نزلها بقناته على اليوتيوب. وكمان حيكون في حفل توقيع الكتاب بالرياض بتاريخ 18/10 بعد صلاة العشاء، وهذا هو ملخص الكتاب. قبل أيام صارت حمرة ميمي أو إسوارة متوفرة بالأسواق، حيث متوفرة بكل فروع إتيود هاوس، ونزلت ميمي إعلان الحمرة على حسابها على الإنستغرام لتعبر عن فرحها بإطلاق الحمرة وبكونها سفيرة للماركة في الشرق الأوسط. ألف مبروك ميمي، عقبال نجاحات أكثر وأكبر. أما نور ستارز فكانت كتير حزينة بآخر لايف لإلها على الإنستغرام بسبب الضغوطات اللي عم بتعيشها، حيث كان أكبر سبب لبكائها باللايف هو تلقيها خبر صدمها وما كشفت عنه، وكمان خيانة أقرب صديقة لإلها. محتاجة أسمع شغلات إيجابية. يا ما بعرف، اليوم بحس حالي بمود غريب. اليوم عندي اجتماعات، اجتماع ورا اجتماع ورا اجتماع. تعبان؟ لا مش تعبان، هلأ عم بحكي لكم. أوكي you're okay? Yes I am okay guys. بس شوي عاطفية هلأ، فحب هيك أحكي معكم. أوكي وصلني خبر، أوكي هيك بشع كتير، بفرجيكم قديه في عالم نفسيتها بشعة، مش عالم، شركات، يعني شركات بتكون هيك نفسيتهم. ياريت لو في أقدر أحكي، بس ياريت، بس حأحكي، حيجي يوم حأحكي، حيجي يوم حأحكي، وحيجي يوم حأقول كتير شغلات. تعرفوني انتو لما هيك بنفجر، بس ان شاء الله خير. It's fine. تعبتوا خلاص، يعني تعبتوا، بس مع هيك بيكون عندكم التزامات، بيكون عندكم اشياء ملزومين فيها. انا اقول لكم كيف بدي لكم. استنى، يا خليني اشرب ماي. عن جد بيكون تعبان، احيانا بيكون عن جد اختنق. وانا يعني صار لي شهرين جايز عم مر بفتره صعبه، يعني انا مريت بفتره قبل شهرين اقرب اصدقائي يعني جرحتني بطريقه وطعنتني بطريقه بشعه، فمن وقتها كانت صدمة بالنسبة إلي، وشغلة ورا شغلة ورا شغلة ورا شغلة. خلاص بتحسوا حالكم إنه واو، أكثر الناس اللي مركزة معكم أكثر مما أنتم مركزين مع حالكم. يعني ما بعرف كيف أحكي لكم، بس إنه فعلا في ناس لو مكانه بقلبكم بيكسركم، لما الشخص بتكونوا بتحبوه بيكسركم، لما الشيء تتعبوا عليه وبعدين. المهم بعد نكون وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا وعجبتكم أخبار اليوم واستفدتوا منها.
إذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا تضغط على زر اللايك مشان تشجعوني على تنزيل الأكثر، وزر السبسكرايب مشان توصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول. شوفكم في فيديو جاي وخبر جاي. باي باي.